مساءكم خير. عندنا سؤال النهاردة وما فيش حد هيجاوبنا فيه غير علماء النفس والاجتماع، هي ملهاش حل تاني. يعني لو كنا سألنا المنطق فقد فشل المنطق في الإجابة، لو سألنا العقل كده فالعقل ما عندوش برضو رد، لو سألنا الدين هيقول لا صدقوني أنا ما بقولش كده، ما علمناش الناس دي كده. عندنا سؤال يخص احتياج الآباء والأمهات أحياناً هم نفسهم إلى تأهيل تربوي واجتماعي قبل ما نقول إن الناس دي مسؤولين عن أجيال قادمة. وعذراً بقى لو أي حد زعل من الكلام ده، بس إحنا شفنا مثلاً على مدار الأسبوع اللي فات مشاهد لتعدي أولياء أمور مثلاً على مدرسة لأنها قامت بدورها في منع الغش. مش القصة رغم بشاعة الموضوع، مش القصة بس في إنه اتخانق مع المدرسة، قصة في منطق اللي هو بيعلمه لأولاده والأجيال دي بتشوف إيه. وقيس على ده بقى لو وزارة التربية والتعليم طلبت بحث، شوف طوابير الأهالي اللي بيشتروا البحث لأولادهم بدل ما الولاد يتعبوا ويعملوا ولا سمح الله البحث. عندنا أسئلة عن من يربي الجيل الجديد في مصر، اللي بيربوا الجيل الجديد دول هم نفسهم جاهزين ولا لأ؟ أنا عارفة أن السؤال صعب بس احنا قدها مش كده. انا متشرفه النهارده معايا دكتور امل شمس، استاذ علم الاجتماع، رئيس قسم الفلسفه بكليه تربيه عين شمس. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. دكتور تامر شوقي، استاذ علم النفس التربوي جامعه عين شمس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. هبدا مع دكتور امل عشان هي متعاطفه مع المدرسه زي، واكيد حضرتك أكيد كمان. اكيد، وانا مفيش حد عايز ما تعاطفش معايا. اللي حصل مش بس من باب احترام المعلم والقيم العظيمه دي، لكن من باب الناس دول، من هؤلاء؟ مين دول الجموع الغفيرة اللي أجمعت في لحظة إنها موافقة إن أولادهم يغشوا؟ مش بس كده، ده هم بيدعموا الغش بكل الطرق. هم ناس بصوا تحت رجليهم. يعني إيه؟ يعني بصوا رتبوا أولوياتهم إن الولاد يجيبوا مجموع عالي بس الولاد يتربوا؟ لا، ما بصوش على إن الولاد يتربوا. يعني إيه؟ المدرس أو المدرسة ده النموذج الثاني بعد الأب والأم طبعا. اما جرأ الولد على النموذج الثاني يبقى إذن الدور على النموذج الاول طبعا، صح؟ فما نستغربش اما نلاقي ولد بيزعق في ابوه الكبير، ما نستغربش اما نلاقي ولد بيضايق ابوه الكبير، ما نستغربش اما نلاقي ولد رفع قضيه على ابوه او امه بشيء ما. حضرتك اللي نشأته وربيته على ده بمفهوم علم الاجتماع. كسرت النماذج عنده، انت ماشي معاه واحده واحده بتقول ده المدرس ده مش كويس، المدرسه دي لا، ده مش عارفه ايه، لا ده اتجرأ عليه وانا بحميك في الجرأه دي. بالظبط. يعني اتجرأ عليه انت كطالب انك تضايق المدرس او المدرسه وانا بحمي، انا في ظهرك، انا رايح الاداره وبزعق والمدرسه وهتخانق لك وبقول ازاي يعمل وازاي وازاي وازاي، فجرأته الاول على النموذج ده. لا، ده وصولا لمرحله الحسم اللي هو الامتحان، انك المفروض بشوف قدراتك واشوف كل القصه دي، وانا كمدرسه بقوم بعملي وبضبط العمليه الامتحانيه. فانت لا، ده انت بتجرأني لتاني مره، خليك يا ابني مدلس، خليك غشاش. أيوة. خليك حرامي، خليك حرامي وما تحترمش الاكبر منك واكسره. فالاربع قيم دول انا اديتهم لابني بمنتهى البساطه في موقف صغير جدا. ده هو مش صغير، ده لا كاريس. انا بتكلم في موقف طبعا. موقف واحد نظريا. نظريا يبدو انه موقف واحد اللي هو موقف ساعه الامتحان. فالولد ده في اعدادي، في ثانوي، في جامعه، استناه بقى بعد 10 سنين. حضرتك انت سنه اتنين ما تزعلش ما تلاقيه بيزعق في وشك، ما تزعلش ان تلاقيه بيكلمك بطريقه مش انت مش قابلها، ما كنتش بتكلم بيها الاكبر منك او ابوك او امك. حضرتك اللي علمته ده، حضرتك علمته الكذب، حضرتك علمته الغش، حضرتك علمته الفساد، علمته انه ما يحترمش النموذج، فما تلومش الا نفسك بعد كده. عايزين نقول ان ده تعلم اجتماعي سلبي او سيء، بمعنى انت عمال تقول له الفضيله في البيت، وعملت لهم في صنف الشخصيه، اما طلع بره ما تحترمش الفضيله وما تسالش عنها واكذب واسرق واكسر النموذج وما فيش مشكله خالص، ده انا بسندك في القصه دي. بالظبط. فطبعا انت نشأته تنشئه انت كسرته، انت نهيت تربيته. يعني انت كسرت تربيته. هو صعبها على نفسه وصعبها على المجتمع، والمجتمع في الاخر بيستقبل النماذج دي. انا دكتور تامر ما اعرفش امتى تنتهي مسؤولية البيت وتبدأ مسؤولية الدولة في حماية الجيل اللي طالع فعلا. يعني إذا كان زي ما دكتور أمل بتقول، أنا مش عايزة فعلا أرجع يعني أحفر في الحتة دي، لأن إحنا متأكدين أن دول نماذج مشوهة، مش دول الأهالي، مش دول النموذج الطبيعي للأب والأم.
امتى بقى نقول انه لا ده احنا انت ما ينفعش تبقى مسؤول عن الاطفال دول او وانتهت اهليتك وصلاحيتك في تربيه الاولاد دول؟ في حد فاصل في حاجه كده؟ لا يا فندم، انا شايف ان مسؤوليه الاسره على الاطفال ممتده طول العمر حتى بعد ما يتجوزوا، تمام؟ بس مسؤوليتهم بتقل مع نمو وتطور الاولاد. بنقول في علم النفس ان اهم سنوات في عمر الطفل او عمر الانسان هي اول 5 سنوات. لو الشخص اتعلم فيها السلوكات الجيده هيفضل طول عمره سوي، لو هو اتعلم فيها الحاجات غير الجيده بيفضل طول عمره غير سوي. بنقول كمان في علم النفس ان الطفل بيتعلم السلوك غير السوي زي بالظبط ما بيتعلم السلوك السوي بنفس المبادئ. مثلا الطفل بيطلع كذاب، ليه بيطلع كذاب؟ عشان لما بيجي بيكذب في موقف او بيجي مثلا بيشتم، خلينا في الشتيمه بلاش الكذب، جه شتم عمه في موقف، ابوه يقول له اه تعالى يا حبيبي برافو عليك اشتم عمك تاني. هنا بيعملوا حاجه اسمها تعزيز او تدعيم، فبالتالي السلوك ده بيظبط عنه. وكذا بالنسبه للسلوكات السويه، لو الطفل مثلا قال مثلا نطق كلمه بابا او ماما، اقول له كويس يا حبيبي تعالى، والكلام ده اسمه تشجيع او تدعيم، فبالتالي بيحاول يكرر هذا السلوك عشان يحصل على نفس التدعيم ونفس الحاله الايجابيه. يبقى هنا السلوكات السيئه الطفل بيتعلمها زيها زي السلوكات الايه؟ غير جيدة. طيب هنا بيحصل حاجة اسمها تثبيت لسلوكات معينة في هذه المراحل المبكرة وتنمو مع الطفل. زي ايه؟ الطفل كده بيبقى قاعد مع ابوه وعمه، يحكي لك حكاية، شفت عمك وهو قدك دخل الفصل وغش في الامتحان ونجح ويضحك الطفل هنا مش عارف الصح من الغلط. التربيه في ابسط معانيها معناه ان انا بعلم الطفل ان هو يميز بين الصواب والخطا. اقصد انا ليه بسال حضرتك؟ لانه ليه احنا مثلا بنبقى حاسمين جدا في الصواب والخطا مثلا في حاجات كلنا متفقين عليها، لكن في حاجات في منطقه رمادي كده زي الغش، الكذب، الفهلوه دي اللي بنسميها باسامي تانية. للاسف يا فندم حتى الاباء والامهات الحاصلين على اعلى مستوى تعليميه قد يجهلون قواعد تربيه الاطفال. طيب تمام، يعني مش شرط ان الناس زورت نظام التعليم يبقى منخفض عشان الطفل يطلع ما عندوش او عنده سلوكات ايه غير سويه، لا، يمكن الاثنين متعلمين بتعليم عالي او متعلمين بتعليم منخفض ويطلعوا نماذج سيئه للمجتمع. طيب الله يطمنك بس يا دكتور هنرجع من البريك. وفعلا ده سؤالنا المهم، ايه دور علم الاجتماع بقى؟ اذا علم الاجتماع رصد الخطر انه احنا عندنا دلوقتي اجيال بتسلم الى ناس بتربيهم، الحقيقه انه بعضهم بيربي يا اما بجهل او بقصد او بسوء نيه الله اعلم. فايه اللي ممكن نعمله لانقاذ المجتمع وايه التعزيز بقى اللي ممكن يجي من المجتمع فينقذ دور غايب من ادوار الاسره؟ بعد الفاصل نكمل الكلام. لسه بنتكلم عن فكرة كسر النموذج وفكرة أنه اللي بيربي الأجيال الجديدة في مصر هم جيل طبعا في منهم ناس عظيمة وبتحفر في الصخر، لكن في مظاهر وفي مشاهد كده وقفنا عندها ووقفنا عند مشهد الآباء اللي اعتدوا على مدرسة عشان ما مكنتش أولادهم من الغش. الفكرة مقلوبة مرعبة، ولأنها مرعبة احنا رحنا كده لدكتور أمل كمان مرة ونقول لها علم الاجتماع ينفع يحللنا او يحلل الظواهر دي ويقول لنا كمجتمع نقدر نعمل ايه؟ علم الاجتماع بيقول ان مؤسسه التنشئه الاجتماعيه 4 الاسره، ايوه، وما بنرتبهم بترتيب الاوليه والاولويه في التاثير والاهميه طبعا في التاثير. طبعا يعني لما اقول الاسره يبقى دي اول حاجه بتاثر في التنشئه الاجتماعيه للفرد، ثم المدرسه، ثم جماعات الرفاق، الاصدقاء، المرأة على دين خليلي، ووسائل الاعلام، الاربعه. حلو. بعد يعني في بدايه الالفينيات والتسعينيات القرن العشرين البساط اتسحب شويه من تحت من الاسره ومن المدرسه وذهب للاعلام، الاعلام غير التقليدي بالظبط اللي هو العالميه بقى، الانترنت اللي هو اليوتيوب، الفيديوز، الدراما، تطبيقات الانترنت كلها. فالدنيا بقت يعني اما تسحبي البساط اللي بيربي ولادنا دي كارثه، دي الكارثه اللي بتربي ولادنا. ليه؟ لان انا في جيمز هو بيلعبه بيعلمه العنف، بيعلمه قيم سلبيه، ممكن ده في العاب ناس بتعلم قيم سلبيه وسلوكيه سيئه جدا، وهو في الجيمز بيلعبها بيألفها لان هو المجتمع الافتراضي اللي هو عليه بيقول له ان ده هو الصح.
والاسره مش عارفه ان هو في حد تاني بيوجه توجيه خطا، فمش متابعه، فمش عارفه توجه التوجيه الصح اللي يعدل المسار، او الاسره نفسها عندها مشكله، واحنا النهارده او الاسره نفسها منشغله بنفس الانشغال اللي عند الطفل بالظبط، او الشاب او المراهق اللي هو منشغل عن طريق الانترنت، الاب بيلعب جيمز، الام مش فاضيه او بتديله هي، لا الاب راح يتخانق مع المدرسه، انا بجد مش همشي واسيب الحته دي، لا هو قادره الاب راح يتخانق مع المدرسه وناسي ناسي الكارثه اللي عنده ومعتقد ان ابنه هو الملاك الطاهر الذي لا يكذب ولا، لا ما هو الملاك، هو عايز الملاك يغش، الحمد لله. لا ده غير الغش، هو معتبر ان كلامه مصدق، هي دي مشكلتنا حتى في اطار العام الدراسي. يعني المستر ده بيزعق لنا وبيتعبنا، خلاص يبقى ابني صادق في كلامه، والمستر اللي وحش ما بيديش نفسه فرصه لفلتره الكلام. بالظبط. انا عايزه كمان اسال دكتور تامر، ايه سر برضه، هو دي اكيد حاجه نفسيه، ايه سر شغف الاباء والامهات بفكره الدرجات؟ يعني هم ليه محروقين قوي كده ان اولادنا يغشوا عشان يجيبوا درجات؟ ما هو برضه هو عنده هدف غريب انه لازم يجيب درجات كتير، ويمكن دي ازمه التعليم في مصر. بالظبط، دي ازمه جوهريه في التعليم في مصر، هي ثقافه التوجه نحو الدرجه. احنا عندنا نوعين من الدافعيه، اما الدافعيه للتعلم والاتقان، ان انا اتعلم المواد الدراسيه واتقنها وافهمها والمهارات المرتبطه بالماده، او ان انا احصل على درجات وانجح واتفوق وخلاص. تمام، لو انا بصيت للتعلم والانجاز والاتقان هخش الامتحان ايا كان احل فيه. لو انا ببص ان انا اجيب الدرجه يبقى انا هتبع اي وسائل سواء شرعيه او غير شرعيه في الوصول الى هذه الدرجه، وده اللي بيؤدي الى الغش. تمام، كمان في التوجهات الحديثه في علم النفس ظاهره الغش ده داخله ضمن مصطلح جديد اسمه الاستحقاق الاكاديمي. ايه هو الاستحقاق الاكاديمي؟ ان الطالب بيحس ان هو محق ووصول ياخد درجات عاليه في اي ماده بدون ان يبذل جهد، وان المعلم مسؤول عن ذلك وهو ما عليهوش اي دور. تمام، طيب احنا المشكله بتاعتنا تفاقمت امتى؟ من ساعه ما كورونا لما عملوا الابحاث، هنا بدا دور الاباء في تشجيع ابنائهم على الغش. لما طلب من الابناء ان هم يقدموا ابحاث كبديل للامتحانات، كان بيروح مين عند مكتبه تشتري الابحاث؟ الاباء والامهات. يبقى هنا وصلوا رساله ضمنيه للابناء اللي احنا يا اولاد الغش ده حاجه مبرره ومحلله، فبالتالي غشوا انتوا كمان في الامتحانات. يبقى الطالب داخل الامتحان كله هدفه ان هو يغش ويجيب الدرجه، ملوش دعوه باي حاجه ثانيه، لو عمل ايه. تمام؟ كمان في تغيير في ثقافه الاباء والابناء، احنا اتربينا كان ابائنا وامهاتنا يهددونا زمان، لو انت غلطت وما ذاكرتش هروح نشتكي للمدرس، كنا بنخاف من المدرس جدا. دلوقتي انا بدرس دورات للمعلمين في المجال التربوي وفي الواقع العملي، بيجوا يشتكوا لي ان هم لو قالوا الطالب كلمه الاب والام يجوا ثاني يوم يتخانقوا مع المعلم. بالذات في المدارس الخاصه. في المدارس الخاصة، لأنه نوع من الاستقواء كده على المعلم. بالظبط، هنا بقى عشان الطالب أو ولي الأمر دافع فلوس بيحس إن هو لازم ياخد درجات قدامها، لازم ابنه يبقى في مكانة عالية إلى آخره، وده طبعًا من ناحية التربية مش تمام. ما هو أنا عندي بجد حيرة، يعني لو كنا بنفكر في الأطفال الصغيرين دلوقتي اللي هم هيطلعوا يبقوا هم المجتمع بعد كام سنة، يعني إزاي ممكن نساعد الأهل؟ وسؤالي أكثر تحديدًا، هل في مكان ما من العالم، وانا عارفه انه ده موجود وابتدى يعني في محاولات لتطبيقه، انه انا ما ينفعش ابقى مسؤول عن اطفال غير لما اكون عندي قدر من العلم؟ يعني انا ما ينفعش اشتغل شغلانه لما بتخرج من تاهيل مثلا تعليمي وديني اشتغل في الشغل، ما ينفعش اشتغل مهندس من غير ما اخد بكالوريوس هندسه. هل في اي شكل من اشكال تاهيل الاباء والامهات؟ المفروض يبقى في شكل. ممكن يحصل؟ اه ممكن يحصل. ليه؟ أنا لو داخلة على مشروع تجاري أو اقتصادي أو هعمل بيزنس ما، بعمل دراسة جدوى. ابتدي خطط، طب ده هيكلف كام؟ طب أنا إيه الأهداف اللي متطلبة؟ طب أنا أول سنة إيه اللي هيتم؟ ده ما بيتمش في مؤسسة الزواج، ودي مؤسسة. بمعنى إن العريس أو العروسة أو الزوج أو الزوجة بينشغلوا بالحاجات المادية واختيار وتكاليف كل الحاجات دي كلها. بيجي أول بيبي، ربنا كرمنا ببيبي، طب هذا المشروع. أيوة. هذا المشروع هنعمل فيه ايه؟ هنوصل لاخره ازاي؟ لان هو اعظم استثمار عند اي حد في العالم هو ابنه. هو ولاده هم امتداد لي على الناحيه الاسريه، وهم دول المجتمع على المدى البعيد. ما هو مجموعه الاسر هم اللي هيجيبوا لي افراد او الشعب اللي موجود في دوله ما.
فكله بينشغل بالحاجات البسيطة الثانوية مش الأولية، وبينسى قصة أنه يقرأ، حتى مش هقول كمان أنه يبقى عنده طفل، يقرأ زي عامل شريك حياته أصلاً. عشان كده جه مثلا مشروع زي مودة، يعني اللي هايل، يعني أنك بتعرف في النواحي النفسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية في قصة الزواج، في الزواج. فإنك تبقى مؤهل، لأن لازم يبقى مؤهل لأنه يربي طفل. طيب. لأنه بي بي هو دلوقتي إذا لم يؤهل هيطلع لي شعب أو مجموعة من البشر لا يصلحون أن يكونوا مواطنين. طيب أنا هقول اقتراح اعتبروه خيال علمي، ينفع يا دكتور نقول أنه أي أب بيسجل ابنه في شهادة ميلاد لازم نقول له خد رخصة تربية، خد شهادة في كذا، خد كورس اجباري انك تعرف مبادئ التربيه، ينفع نعمل كده؟ يا ريت. ينفع يبقى مشروع بنحلم بيه ويحصل وقت ما يحصل؟ هو ينفع ان احنا نربطه بحياه معينه في المجتمع، زي مثلا البطاقه التموينيه مثلا، دي بتمس شريحه كبيره جدا من الناس. يمكن نقول مثلا ان الولي او صاحب البطاقه لازم يكون معاه شهاده في التربيه. تمام. بس الاقتراح ده يعني صعب شويه في التحقيق. في حلول تانية والله بديله، يعني مثلا مجلس الاعلى للجامعات في اجتماعه الاخير قرر ان هو يعمم ماده لكل طلاب الجامعات بعنوان التاهيل الاسري. دي ماده ممتازه جدا، هتضمن موضوعات عن كيفيه تربيه الابناء وهو في الجامعه. وهو في الجامعه جميل. ديت هتبقى مواد عامه كل كليه التجاره، وزي ما الدكتوره بتقول وكيفيه معامله الازواج يعني ما هيبقى فيها كلام ده، هيبقى فيها الفحص الطبي مثلا بالزواج والفحوصات المطلوبه، اساليب التربيه، اساليب مواجهه الضغوط الاجتماعيه بطريقه سليمه. ده علم تاني الناس كلها محتاجاه. واحنا طب احنا ايه المتاح لنا دلوقتي؟ زي ما الستات بتدور مثلا في الفيسبوك وفي التلفزيون على برامج الطبخ والاكل وكده، يمكن لو هم عايزين. لا احنا اتغيرنا خالص صدقني يا دكتور، ما بقوش يدوروا على الطبخ. اشكرك شكرا جزيلا دكتور تامر شوقي، استاذ علم النفس التربوي جامعه عين شمس، ودكتوره امل شمس استاذ علم الاجتماع ورئيس قسم الفلسفه وعلم الاجتماع بتربيه عين شمس. نورتونا. شكرا. ما زال السؤال، احنا محتاجين ان الاباء اولا يستقيموا يرحمكم الله عشان نعرف نطمن انه الاجيال القادمه تبقى بخير. وبما اننا النهارده اتكلمنا عن المدرسه، فكل الاعتذار بالنيابه عن المجتمع وبالنيابه عن الاسوياء من المجتمع للسيده الفاضله دي اللي عملت شغلها واللي احنا بنحترم دورها. يمكن اقول هنا كلمه، الحاجتين دولت او الموقف ده لازم فيه حاجتين. اول حاجه العقاب الشديد لمن ارتكب هذا الجرم ليكون واضع لاي حد يفكر فيها. تاني حاجه تكريم هذه المعلمه، وده قام به السيد الوزير ان هو ادى نموذج طيب للمعلم اللي بيحارب الغش. شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.